السلام عليكم، معكم مدام غزلان بعثمان، متدربة في معهد إيجياب للتمريض، وكان لي الشرف أننا نحضر في هذه المبادرة الطيبة مع بمشاركة مع بلسم اللي هي جمعية ديال مرضى داء السكري، وكنتمنوا لهاد الناس كاملين الشفاء يا ربي آمين، وكنتمنى هذه المبادرة تكونوا كثر من هنا للخدام، لأن هاد الناس فعلا بأمس الحاجة لهاد المبادرات، وشكرا للجميع. السلام عليكم، معكم الدكتور محمد عدنان مشكور، طبيب داخلي بمستشفى محمد الخامس بأسافي. جينا اليوم برفقة الصديق والزميل الدكتور جبران أمين وطبيب اختصاصي أطفال بيدياتر دكتور عادل فؤاد في هذه القافلة الطبية اللي كان المحتوى ديالها وكانوا الخدمات ديالها متعددة، لا من ناحية التشخيص الأولي، لا من ناحية الفحص السريري، لا من ناحية لا بريستاسيون دو سوان، تقديم العلاجات الأولية وتقديم الأدوية اللازمة لكافة المستفيدين من مواطنين ومواطنات، من الأطفال، الكهول، الشيوخ، من جميع الأعمار. وأنا جد مسرور بهذه البادرة، هذه بادرة طيبة كما كتشوفوا الناس. الحمد لله كان واحد إقبال كبير، وكان حتى واحد تجاوب إيجابي مع السكينة، اللي الحمد لله ولله الحمد أنها استفدت من خدمات طبية في المستوى والتي تروق للتطلعات والتي تروق لغومبي الكريتير ديال المواطن المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله اليوم بهذه المناسبة ديال الذكرى ديال ميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تنظموا واحد القافلة اللي هي قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية اللي كتنظموا جمعية الزهرة بمشاركة مع جمعيات الهمام وجمعية مسار التنمية وجماعة المحلية الترابية والسلطات المحلية. مشكورين جميعا، والمندوبية ديال الصحة اللي هما سهلوا معنا المامورية وعطونا الأرضية والمسائل واكبونا في كل شيء، والحمد لله هذا الشيء تيمر بواحد اليوم اللي هو يوم محبوب عند المغاربة وعند الله سبحانه وتعالى. هذه الجمعية اللي هي تعطلت، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وبين هاد الإخوان باش ينخرطوا هاد الناس ديال الجمعية، باش تحيدوا عليهم واحد الدهشة وواحد الخوف، وينخرطوا في المجتمع ديالهم واش ياخذوا تاهم حقوقهم اللي هي منصوصة لهم في الدستور اللي هو من الفصل 34 في الدستور 2011، واللي هي تنتمنوا حنا سيدنا الله ينصرو اللي هو ما خلاش شي لحاجة اللي في سيدنا الله ينصرو اللي ما خلاش حاجة اللي ما هي طائمتها، ومن بينهم هاد الناس اللي في حالة في الإعاقة اللي هما خاصهم يشدوا الحقوق ديالهم في وضعية حسنة، ونتمنوا من الله الخير وشكرا. السلام عليكم، محمد مستاج رئيس جمعية المسار للتنمية الاجتماعية. فصراحة جيت سعداء بحضورنا في هذا اليوم اللي كنعتبره أنا واحد الحفل التتويج ديال بداية اللي هي قريبه ديال جمعيه الزهراء اللي تاسست هذه واحد المده قليله. فبعد بدايه عفويه اللي كانت يعني من بعض المتطوعين وافراد الجمعيه، فاليوم كيتوج هذه البدايه كتوج بهذا اليوم اللي هو تنظمت فيه هذه القافله الطبيه اللي كيف ما كتشوفوا كان حضور متميز، لا من الناحيه ديال الافراد ديال الاعاقه ولا من الاهل ديالهم وداويهم. فهاد المسائل هذه ما كتجيش غير هكاك، فهي كتجي بعد عمل، بعد مجهود من طبيعه الحال. فكنحيي من خلال الجمعيات اللي دخلوا في شراكه، فجمعيه الزهراء على راسهم، جمعيه المسار للتنميه الاجتماعيه، كذلك جمعيه الهمام، بالنسبه لبعض الاخوان ديال داء السكري فكنحييهم مشكورين من هذا المنبر هذا. ما نساوش السلطات المحليه اللي قدمت يد المساعده، ويعني وهيئات الظروف الاجواء كيف ما كتشوفوا يعني الظروف دازت في سلام وبامن، يعني داكشي اللي كنا كنتمناو فهو اللي كاين. المجلس الجماعي كذلك في شراكه، فكما كتشوفوا حضور ديال السيد الرئيس فهو دعم لهذه اللقاءات هادو، الاعضاء المستشارين وجميع الفعاليات، فكنحيوهم من هذا المنبر هذا، وما نتمناو الا التوفيق والاستمراريه ان شاء الله في مثل هذه الاعمال هذه، باش هذه الشريحه هذه يرجع لها الاعتبار ديالها وتلقى يعني على الاقل يعني بعض الابجديات اللي تنقولوا باش
نخدموا عليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم في المستقبل، ونكونوا بدينا كنقدموا شي حاجه لهذه الشريحه هذه اللي كانت يعني في خبر كان. فالحمد لله اليوم جود سعادة كما قلت، ومشكورين جميع الاخوان، وشكرا لكم انتما وسائل الاعلام اللي كتعطيو اللمسه الاخيره على مثل هذه التظاهرات هذه، وتحياتي للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم رشيدة دادة، كاتبة بجمعية الزهراء لذوي الإعاقة ورئيسة جمعية الهمم للتثلث الصبغي. قمنا بهذه القافلة الطبية بمناسبة ذكرى السمو الملكي ولي العهد. نظمنا هذه القافلة الطبية بشراكة مع جمعية الزهراء لذوي الإعاقة وجمعية المسار وجمعية الهمم للتثلث الصبغي، بشراكة مع مندوبية الصحة والجماعة الترابية المعاشات بمستوصف الصويرية القديمة بالمعاشات. هاد القافلة استفد منها أزيد من 200 شخص، منهم الأغلبية منهم معاقين، اللي درنا لهم واحد الجرد قبلي قبل رمضان، وقمنا بهاد القافلة الطبية من أجل تحسيس وكشف مبكر هذه الغايه ديالنا. وتنتمناو هذه القوافل الطبيه تكون على الدوام، ماشي غير دابا، بشراكه مع طبعا بشراكه مع مندوبيه الصحه. وكنشكروا الدكاتره اللي كانوا، منهم الدكتور عندنا مشكور الدكتور امين جبران، الدكتور عادل فؤاد، الدكتور الدكتوره منال، والدكتورة فوزية، وطبعا ما نساوش جمعية داء السكري برئاسة الأخت حكيمة اللي جابت معها الصطاف ديالها اللي كانت في المستوى. كنشكرها من هذا المنبر، وشكرا للمنبر ديالكم صافي جود ولجميع السلطات اللي حضرتها هي، وكانت دازت القافلة في نظام ممتاز، وهذا الشيء اللي كنا كنتمناو، وشكرا لكم جميعا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.